بسرعة يا اصحابي، يلا دوسوا على اللايك ودوسوا على الاشتراك عشان كل الفيديوهات والعاب دودو الجميلة توصل لكم. بص النهاردة دودو محضر مكعبات جميلة ازاي، ازرق اصفر اورنج بيربل. يلا بقى بينا يا اصحابي هنبني النهاردة حاجة حلوة قوي 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 مع دودو، يلا بينا نبني.
تعالوا بقى هفرجكم على الطيارة الجميلة جدا يا أصحابي بعد ما عملناها. بصوا بقى وفيها شبابيك كمان. بصوا دي المقدمة بتاعة الطيارة، وده شباك اللي هو ايه المسافر بقى بيقعد يتفرج من الشباك، وفي هنا شباك تاني، ودي الجناحات بتاعة الطيارة. فين ديل الطيارة؟ ده صح، ده الديل. طب فين الجناحات يا دودو؟ دي اينو. طب الطيارة دي لونها ايه؟ شاور على الالوان كده. بصوا عاملينها بلونين بس، اللون الاخضر واللون الاصفر. يلا بقى نسمع صوت الطيارة. بص الاول الطيارة بتمشي بالراحة بالراحة، وبعد كده بتعمل ايه يا دودو؟ بتطير بقى، بتطلع لفوق. يلا يا اصحابي لو الطيارة عجبتكم بسرعة يلا دوسوا على اللايك ودوسوا على الاشتراك.